السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بأفضل حال إن شاء الله. طبعا يا شباب كنا شرحنا أكتر من طريقة لعمل آلاف الإحالات لنفسك على القناة. ولكن بعض الطرق دي كانت بتعتمد على استخدام تطبيق او برنامج في بي ان علشان نقدر نغير الدوله او الموقع اللي احنا موجودين فيه، ونقدر نعمل احاله كاننا شخص جديد لاول مره بنعمل الاحاله على الموقع. ولكن النهارده شباب طريقه هتكون مختلفه شويه عن الطرق اللي اتشرحت قبل كده. النهارده ان شاء الله هنستخدم موقع لتغيير اي بي الدوله واي بي الجهاز في نفس الوقت، والموضوع ده بيكون متكرر، يعني حضرتك تقدر في كل مرة بتستخدم فيها الموقع تغير الاي بي عن الاي بي اللي انت استخدمته في المرة اللي قبلها، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. في الحقيقة شباب الطريقة دي انا لقيتها من افضل الطرق اللي ممكن نعمل بيها احالات لنفسنا على المواقع اللي بتقبل احالات غير نشطة، علشان كده قررت ان انا اشارك الطريقة معاكم النهارده في الفيديو ده. طب علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يا شباب هندخل على الشرح على طول. ولكن قبل ما نبدا الشرح يا شباب خلينا نبدا بالدعاء لاخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي جميع انحاء العالم العربي، ان يمددهم الله بجنود من عنده ونصرا قريبا عزيزا باذن الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه يا شباب عايز اعرفكم بنفسي، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. طبعا يا شباب زي ما تعودنا مع بعض ان اي روابط بنستخدمها او مواقع بتلاقي الروابط بتاعتها موجوده في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. في البدايه يا شباب هنروح على موقع اسمه كروكسي بروكسي، هو الموقع اللي قدامنا ده شباب، موقع كروكسي بروكسي ده الموقع اللي احنا هنستخدمه في تغيير الاي بي بتاعنا. كل ما حضرتك اضفت رابط الاحاله الخاص بيك في محرك البحث ده وضغطت على يذهب بيديلك وصول باي بي جديد غير الاي بي اللي انت استخدمته في المره اللي قبلها. زي ما نشوف مع بعضنا دلوقتي يا شباب، على سبيل المثال انا هعمل احاله لموقع كوين بايو، والسبب اللي خلاني ان انا هستخدم موقع كوين بايو في عمل الاحاله معاكم النهارده يا شباب ان موقع كوين بايو بيظهر اليوزر نيم وشعار الدوله اللي جاي منها الاحاله، زي ما حضرتك شايف هنا اخر احاله من الولايات المتحده الامريكيه، واليوزر نيم بيظهر لك منه اول حرف واخر حرف زي ما حضرتك شايف، وادي تاريخ 30/10/2023. ركز في الاحاله علشان تتاكد من الاحاله اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. عدد الاحالات الموجوده عندي هنا 45 احاله زي ما حضراتكم شايفين، واخر احاله زي ما قلنا من الولايات المتحده الامريكيه. طب يا شباب بعد كده هننسخ رابط الاحاله الخاص بينا وهنروح على موقع كروكسي بروكسي زي ما حضراتكم شايفين، وهنضيف الرابط في المكان ده وهنضغط على يذهب. لاحظ بقى حضرتك هنا كده بعد ما البروكسي اشتغل في اي بي ظهر هنا في محرك البحث هنا زي ما حضرتك شايف هنا مع الرابط ظهر اي بي في الجزء ده اهو. كده حضرتك وصلت للموقع زي ما حضرتك شايف من اي بي مختلف، وهو الاي بي اللي موجود قدام حضرتك ده بيبدا ب 51 وبينتهي بتسعة زي ما حضرتك شايف. ركز في الاي بي ده علشان انا هغيره لك تاني. طبعا الشريط ده خاص بموقع بروكسي بروكسي، ده بيظهر لك على الصفحه اللي حضرتك وصلت لها ايا كانت الصفحه، حتى لو موقع معين بيظهر لك الشريط دوت علشان بس لو حضرتك حبيت ترجع مباشره على موقع كروكسي بروكسي ترجع من كلمة هوم من هنا بالضغط على هوم. فلاحظ معايا حضرتك دلوقتي انا هغير الاي بي اللي انا جيت منه ده، فهضغط على هوم هرجع تاني لكروكسي بروكسي، وبعد كده هضيف الرابط مرة تانية. طبعا حضرتك ركزت في الاي بي اللي فات واكيد يعني حفظته، وهنضغط على يذهب زي ما حضراتكم شايفين الاي بي اتغير، بدأ ب51 وانتهى ب59، الاي بي اللي فات كان انتهى ب9، وحتى الارقام اللي ما بينهم اتغيرت، يعني الاي بي اتغير تماما واصبحت شخص تاني غير الشخص اللي سجل الاحاله اللي قبلها. يا رب تكون الفكره وصلت. نكرر الموضوع مره ثالثه، هنضغط على هوم هنرجع على الموقع
مرة تانية بروكسي بروكسي، وهنضيف الرابط وهنضغط على يذهب، ننتظر لما البروكسي يشتغل. ولو لاحظت حضرتك برضو الاي بي اتغير للمرة التالتة، كل مرة حضرتك بتكرر فيها العملية بتستخدم اي بي جديد غير الاي بي اللي استخدمته المرة اللي قبلها. تمام كده يا شباب، هنبدأ بقى نعمل احالة لموقع كوين بايو. هنضغط على ريجستر علشان نبدأ نعمل احالة. بعد كده طبعا مطلوب مننا ايميل والباسورد. هنروح على موقع سمايل برو، الموقع اللي قدامنا ده يا شباب. طبعا كل الروابط زي ما اتفقنا هسيبها لك في الديسكريبشن وفي اول تعليق. في البدايه نضغط على اوبن من هنا او يفتح. اول ما بتدخل حضرتك بيدي لك هو ايميل تلقائي زي ما حضرتك شايف هنا. لو الايميل ده عليه علامه حمراء او علامه صفراء من هنا يبقى الايميل ده مش شغال، مش هيشتغل معاك. وعشان نغير الايميل يا شباب بنضغط على علامه الزائد دي من هنا. بعد كده بتظهر الصفحه اللي حضرتك شايفها دي، بتضغط في محرك البحث ده ضغطه واحده وبتظهر لك الخيارات اللي تحت دي، بنختار عشوائي. وبعد كده بنضغط على العلامه الخضراء دي. كده هو انشا لك ايميل جديد زي ما حضرتك شايف، وهنا في علامه خضراء. كده الايميل ده شغال معاك تمام، مفيش اي مشكله. هننسخ الايميل لو ضغطت عليه ضغطه واحده كده انت نسخته خلاص. وهنروح مره ثانيه على موقع كوين بايو عشان نبدا تسجيل الحساب. هنضيف الايميل. بالنسبه للباسورد ممكن حضرتك تاخد الجزء اللي هو فيه ارقام دوت تعمله باسورد علشان تسهل لنفسك عمليه التسجيل. طبعا احنا بنعمل احاله وهميه فمش هنحتاج ان احنا نحفظ الباسورد او ندخل على الحساب مره ثانيه. خدت جزء من الايميل عملته باسورد علشان اسهل الموضوع. وبعد كده هضغط على اوافق على قواعد المشروع وهضغط على ريجستر. بعد كده بيقول لك ضيف يوزر نيم. هنكتب يوزر نيم علشان يبقى مميز معانا. زي ما حضرتك شايف كده انا بدات اليوزر نيم بحرف الدبليو وانتهيت برقم 9 علشان طبعا ده اللي هيظهر معاك داخل الموقع في الاحالات عشان نقدر نتاكد منه. وبعد كده هنضغط على كونفيرم. كده تمام، هو قبل اليوزر نيم وفي كود هو بعته لك على الايميل اللي حضرتك سجلت بيه، فلازم تجيب الكود وتضيفه في المكان ده علشان حساب يتفعل. هنرجع مره ثانيه على موقع الايميلات، وهنا في صندوق الوارد في العلامه اللي حضرتك شايفها دي بنضغط عليها، هتلاقي الرسالة الحديثة وصلت لك في المكان ده. اضغط على الرسالة. ادي الرسالة من موقع كوين بايو زي ما حضراتكم شايفين، وادي الكود اللي هو محتاجه علشان يبدأ تسجيل الحساب. هننسخ الكود وهنرجع مرة تانية على موقع كوين بايو، هضيف الكود زي ما حضرتك شايف ونضغط على كونفير. كده تمام، الحساب اتسجل زي ما حضرتك شايف، ومطلوب منك بس ان انت تسجل دخول على الحساب. بعد كده هو جايب لك كباتشة زي ما حضرتك شايف، هنا بيقول لك 8 ناقص 8 بيساوي كام. هنسحب له الصفر ده كده وهنقول له فيربي. وبعد كده هنضغط على لوجن. كده زي ما حضرتك شايف الحساب اتسجل تمام، وادي اليوزر نيم يا شباب بيبدا بحرف الدبليو وبينتهي ب 99. هو اللي هيظهر منه حرف الدبليو ورقم 9 ده في الحساب. هرجع بقى لحسابي الرئيسي يا شباب علشان نشوف الاحاله فعلا سيبت ولا لا. نضغط على ريفلر من هنا. كان عندي زي ما قلنا 45 احاله، اصبح 46 احاله زي ما حضرتك شايف. وادي يا شباب الاحاله اللي عملناها، اخر احاله مع بعض دلوقتي من دوله هولندا، ونفس اليوزر نيم اللي كتبناه مع بعض، وبالتاريخ النهارده 1/11/2023 زي ما حضراتكم شايفين. يعني الموضوع تمام. وعلى فكره الحاله اللي قبلها اللي هي من الولايات المتحده برضو انا عاملها بنفس الطريقه، ولكن الحاله دي بعد ما عملتها اشتغلت عليها بس عملت نقرتين على روابط زي ما حضراتكم شايفين واتحسبوا هنا، ونزل لي كمان عليها ارباح زي ما حضراتكم شايفين من الحاله. موقع كوين بايو شباب من المواقع الممتازه جدا في الربح من الانترنت، وموقع بسيط جدا. وعايز بس اوري حضرتك ارباحي من الموقع دوت. ضغطنا على هيستوري وبعد كده نضغط على دي عمليات السحب حضرتك اللي انا سحبتها من الموقع كلها على محفظتي على باير زي ما حضرتك شايف. عمليات السحب كتيره جدا. هنا في حوالي اربع صفحات، دي اول صفحه زي ما حضرتك شايفين، وادي الصفحه الثانيه، الصفحه رقم 3، وادي الصفحه الرابعه والاخيره. موقع محترم يا شباب، وموقع تقدر تشتغل عليه، ولكن ما تشتغلش عليه بالاحالات الوهميه لان هو بيعتمد على نشاط الاحاله في الحقيقه. ولكن انا جربته معاكم بس لسبب واحد، علشان هو الموقع الوحيد اللي هيظهر لك شعار الدوله اللي جايه منها الاحاله، هيظهر لك كمان اليوزر نيم. ولكن انا استخدمته بس عشان خاطر حضرتك، هو الموقع الوحيد اللي هيظهر لك شعار الدوله. وبالمناسبه شباب، موقع بروكسي بروكسي ده تقدر تستخدمه في حاجات كتيره جدا. شغل دماغك هتلاقي حاجات كتيره جدا هو ممكن يحلها لك الموقع دوت، زي مثلا لو محتاج تعمل مشاهدات لليوتيوب. طبعا كل مره هتكون جاي من اي بي مختلف، فكده المشاهده هتكون صالحه 100% ما فيهاش اي مشكله، لان اليوتيوب بدا يحذف المشاهدات المقرره من نفس الاي بي. كده انت هتوصل له باي بي مختلف. في ميزه تانية في الموقع يا شباب حابب ان انا اعرضها على حضراتكم، هنا في روابط سريعه او روابط مباشره لمواقع التواصل الاجتماعي. عندك هنا دوك دوك جو، جوجل، يوتيوب، فيسبوك، ويكيبيديا، ريديت، انستجرام، تيك توك، تويتر، وتويتش، وبعض المواقع الاخرى. طب ايه الميزه
الميزة هنا بقى شباب، الميزة هنا ان حضرتك مثلا لو عايز تدخل على اليوتيوب او فيسبوك او اي موقع من دولت، بتضغط على الايقونة دي على طول كده او الرابط الخاص بالموقع، ومباشرة بيوصلك على الموقع.